تخلطا نحن واضح ان اللي الله يخلق وانتم كاملين واضح لكم والشعب الموريتاني وضح له قاع منا كاملين بلي والو مصطلي حتى بالنار بنار الفساد ونار غياب ابسط قيم الحياه الكريمه ومصطلي بالتسيير اللي ما شاركوش على الحكامه الرشيده الخلطان الى يقعد مسؤول باي دوله تحترم نفسها وفيها قبه كفايه تحترم نفسها ودور تعود تراقب ودور تعود تحقق وتدقق يعني قعد اي نحن هون عندنا انا لا يسمي الاسماء مسميات ولا يشوفوا علي احد قعدنا رئيس الجمهوريه السابق محمد عبد العزيز وقال في واحده من خرجاته الاعلاميه ردا على صحفي انه ما يمتلك ما هو حفاره يستخدمها للعمل الخير في المؤتمر الاخير قال لهم عنه ذري وعن ذراء سيتزايد ساده النواب ما خالق حد فوق المحاسبه نحن هون ما جايبين القبائل نحن هون ممثلين للشعب والشعب في دوله جمهوريه حد قال عنه من سنوات فات حكمنا انه ما عنده شيء ونين تلاه غادر السلطه قالنا عنه ثري عند الحق نقول لهم اين لك هذا